بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس النهاردة درس جديد من سلسلة دروس تعليم إليستريتور 2018. النهاردة إن شاء الله هنتعلم الكتابة في البرنامج، إزاي أنا أكتب في البرنامج. أول حاجة هقولها إن أنا لما جيت عملت الإصدار الجديد لقيت إن أنا مش عارف أكتب بالعربي، الحروف بتبقى بتتكتب من الشمال لليمين مش العكس. يعني أنا لو جيت كتبت بالعربي هنا مثلا، اكبرها لكم شويه، اجي من عند بروبرتيز هنا واختار 60. كويس، انا دوست على تي، حرف تي اللي موجود هنا، ودوست بالماوس هنا فجاب لي الكتابه دي. الكتابه دي بتظهر لو كتبت دلوقتي هتختفي الكتابه دي وتظهر الكتابه اللي انا هكتبها. فانا هكتب مثلا باسم جت بالطريقه اللي احنا شايفينها كده من الشمال لليمين والحروف متفرعة. طب انا عايز اكتب بالعربي، اكتب بالعربي ازاي؟ هروح هنا عند edit و reference و type وبدوس على حاجة اسمها show index options، بدوس على دي عشان اعرف اكتب بالعربي مظبوط واقول له اوكي. هنيجي نكتب بقى بعدها، هنروح عند t وهكتب بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الكتابة اتكتبت بالعربي. يبقى أول حاجة أنا بقولها دلوقتي في البرنامج هنا إزاي إن أنا أفعل الكتابة باللغة العربية، لأن ما كانتش موجودة في الأول اللغة العربية. طيب أنا كتبت إزاي؟ زي ما أنا قلت عندي هنا حرف التي اللي هو تايب تول، وده الاساس في الكتابه عندي. الايقونه دي هي دي اللي انا بعرف اكتب بيها واعرف اعمل اي حركه على الكتابه. لكن في عندي هنا اشكال تانية للكتابه ممكن ان انا اكتب بيها بدل ما انا استخدم دي واعدل فيها، اللي هي اول حاجه اللي هي تايب تول. في عندي اريا تايب تول وهنشرح ده بالتفصيل، وتايب اون اباث تول، وفيرتيكال تايب تول، وvertical area type tool، ودي ممكن ان انا استغنى عنها واشتغل على type tool واعمل vertical اللي انا عايزاها. وفي عندي vertical type on above tool وtouch type tool. الحاجات دي هنشرحها مع بعض بالتفصيل. الاول هنكتب ب type tool. كويس، عندي ازاي ان انا اكتب؟ زي ما انا قلت بدوس عليها وبعدين بدوس على اي حتة في الصفحة اللي عندنا او الارت بورد اللي عندنا وبكتب اللي انا عايزاه. فمثلا هكتب امل بالشكل ده. طيب انا عايز اعدل في الكتابة دي، هروح هنا عند بروبرتيز وعندي هنا كاركتر. الكاركتر ده الجزء اللي هو خاص بالكتابة. هنلاقي اول حاجة فيه اللي هي الفونتات. ممكن ان انا لو وقفت على اي فونت زي ما احنا شايفين كده بيتغير شكل الكتابة على حسب الفونت اللي انا بختار. شايفين؟ فمثلا اختار اي فونت من دول كده، عايزه اغير المقاس بتاعه وهنا اعمله لي 12 ارجعه لي 12. باجي عند شايفين حرفين تي وتي، تي كبيره وتي صغيره، ده انا من هنا بغير اهو، بكبره مثلا بعمله 72 او 60 او اي حاجه انا عايزاه، بيبقى هنا بالارقام او اكتب الرقم اللي انا عايزاه. كويس، بعد كده بيقول لي ان هو ريجلر. ممكن الفونت ده اختاره مثلا اعمله بولد او اعمله ايتاليك بميل كده او اعمله اي حاجه من الحاجات اللي موجوده عندي دي. الجزئيه دي مش موجوده في كل الفونتات. ازاي يعني؟ عندي لو فونت في عندها هتلاقي عندها ريجولار بس مش عندها بقيه الاوبشنز اللي موجوده، اللي هي عندي هنا بولد ايتاليك بولد. مش كل الفونتات موجود فيها الخاصيه دي، فانا بحاول لو انا محتاجه بدور على الفونت اللي هو في الخصائص دي ان انا استخدمها. عندي الاعدادات اللي موجوده اللي هي الكاركتر دي، زي ما احنا قلنا هنا بنكبر السايز. هنا الحرف الاي اللي هم فوق بعض، في اتنين فوق بعض دول ايه. انا لو جيت اكتب باراجراف اروح عند التي كده واكتب امل واعمل انتر واكتب ديزاين. شايفين ان المسافه هنا ما بين الكتابتين او بين السطرين قليله جدا. طب انا عايزه اوسع ما بينهم،
هي دي بقى التوسعة ما بينهم، اللي هو الحروف المباينة دي. ممكن ان انا اعمل كده فوسعت ما بينهم واغير لي بس السايز. انا هرجعه تاني اهو، ممكن ارجع تاني اهو اوسع ما بينهم بالحرفين، الحرف الايه والايه اللي موجودين عندي هنا. ممكن اوسع ما بين الحروف واضيق، لو انا خدت دي واجي هنا اهو بوسع واضيق ما بين الحروف اللي عندي. في عندي التلات نقط اللي موجودين هنا دول، بيبين لي كل الاعدادات اللي انا ممكن اغيرها. الكتابة نفس اللي موجود هناك، هنا ممكن ان انا اغير في السكيل بتاع الفيرتيكال، او اغير في الهوريزونتال، او اعمل اي حاجة من الحاجات اللي موجودة هنا دي اللي تغير لي في الكتابة. يبقى انا عندي اعدادات الكتابة اللي هي موجودة هنا. ممكن ان انا اعمل روتيت للكتابة، لو انا عملت كده شايفين، ممكن ان انا اعمل روتيت للكتابة نفسها. ادي شكل الكتابة، عمل لي روتيت ليها. وهنا الباراجراف انا عايزاه في الاول او في النص او في الاخر، حسب ما انا عايزة بحط الباراجراف بتاعي. يبقى احنا عرفنا هنا ان اعدادات الكتابة بتكون موجودة في بروبرتيز هنا، بنغير فيها زي ما احنا عايزين. هنيجي نتكلم عن الايقونة المهمة التانية في التكست. بندوس كده، طبعا عندنا هنا في سهم صغير، بندوس كده وهختار الايقونة دي تاتش تايب تول. كويس، دي اللي انا هستخدمها دلوقتي. انا بعمل بها ايه؟ انا مثلا هكتب كتابة اهي عادية، مثلا جرافيك ديزاين. كويس، طبعا هو عاملها لي بميل. هنرجع هنا تاني، هدوس عليها وهغير الميل بتاعها اللي انا كنت عاملاه قبل كده، هعمله زيرو. زيرو زي ما احنا شايفين كده. ممكن اكبرها زي ما قلنا قبل كده، بندوس شيفت من الكيبورد وبنكبر عشان الطول في العرض ما يتأثرش، الويدث والهايت ما تتأثرش، الكتابة تكون النسب بتاعتها متساوية. كويس، انا كتبت الكتابة دي وبعدين رحت عملت دوست على تاتش تايب تول. وعايزة اعمل ايه؟ عايزة اغير في اي حرف من الكتابة دي ازاي؟ يعني انا هاجي عند الحرف ده، شوف عمل لي عليه ايه؟ عمل لي عليه مربع زي ما احنا شايفين كده. لو انا دوست على عليه كده ممكن احركه لوحده، شايفين ازاي؟ ممكن اغير فيه بالشكل ده، ممكن اعمل له روتيت. ده كل ده دون تأثير على بقية الحروف، يعني انا كده ما بأثرش على بقية الحروف، هو الحرف واحد بس ان انا اقدر اعدل فيه. ممكن ان انا اكبره برضو، بدوس على شيفت لو انا عايزة النسب تبقى نسبته زي ما هي متساوية، بدوس على شيفت زي ما احنا شايفين كده. ممكن ادوس عليه واغير اللون، يبقى انا غيرت اللون بتاعه بس. دي بتنفعنا لما نيجي نكتب تكست وعايزين نغير في الحروف اي حرف من دول اهو. شوف خدت الحرف ده ومثلا كبرته كده وعملته كده مثلا، يعني بيغيرليش في بقية الحروف. وفي نفس الوقت التكست لو انا جيت كده دوست، التكست على بعضه ما تغيرش، يعني مبقاش الحرف ده منفصل او الحرف ده منفصل عنه، لا التكست موجود على بعضه. اغير اللون بتاعه لو انا عايز اغير اللون بتاعه. يبقى تاتش تايب تول من الحاجات المهمه جدا ان انا اقدر بيها اعمل ديزاين كويس للكتابه. هنيجي نشرح بعد كده في ايقونه مهمه تانية اللي هي اريا تايب تول. ايه هي الاريا تايب تول؟ دي اللي انا لو انا عندي شكل وعايز اكتب داخل الشكل ده ومش عايز اخرج منه ازاي؟ انا مثلا هعمل مستطيل كده، كويس، واجي هنا اخلي المستطيل ده من غير لون زي ما احنا شايفين، واجي اكتب في المستطيل ده. هكتب ازاي؟ انا مش عايزه اخرج عن المستطيل ده في الكتابه، وباجي اقف على الخطوط اللي موجوده هنا دي زي ما احنا شايفين كده، بلاقي في حاجه مكتوبه عندي اسمها باث. انا بكتب داخل الباث ده، هو بيعتبر المستطيل اللي انا عاملاه ده اي ضلع فيه باث.
وباجي ادوس على اي مكان هنا واكتب. فانا مثلا هكتب اي حاجة، ممكن اعمل مثلا interior designer، ممكن نكتب اي حروف اهو. لو احنا كتبنا شوفوا ما بيخرجش من الباص اللي هو بيعتبر المستطيل ده باص، ما خرجش عنه في الكتابة بتاعته. ممكن ان انا اعدل على الكتابة دي زي ما انا عايزة، اغير الفونت بتاعها برضو من الاعدادات الموجودة عندي، الكاركتر الموجودة عندي هنا زي ما احنا شايفين كده، اغير الفونت اللي عندي مثلا، ممكن ان انا اكبره اهو، اي حاجة انا ممكن اغيرها زي ما انا عايزة داخل الباص الموجود. احنا هنشرح الحاجات دي تاني بالتفصيل، لان في حاجات تانية ممكن نشرحها بالتفصيل في الاريا تايب تول. انا بعرفكم بس استخدام الاريا تايب تول بتستخدم في ايه، بعد كده الحاجات دي هنشرحها بالتفصيل في التدريبات العملية ان شاء الله. هنتكلم على اداة مهمة من ادوات الكتابة اللي هي تايب اون اباث تول. الاداة دي بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها ان احنا بنكتب على الخط نفسه للشكل، هو بيعتبره باث، احنا كنا كتبنا في داخل الشكل المرة اللي فاتت، المرة دي هنكتب على الشكل نفسه. طب ازاي؟ هروح ارسم دايرة مثلا كده، وبرضو هعملها فاضية عشان تبان عندي، واروح ادوس على، هي دي الاداة تايب اون اباث تول، هي دي الاداة، بدوس عليها وبيظهر لي هنا كلمة باث على الخط اللي هو الخارجي للدايرة زي ما احنا شايفين، هو مسميه باث، بدوس عليه بيظهر لي الكتابة اللي هي ظاهرة عندي بالشكل ده. هاجي اكتب اي كتابة تانية، اكتبها بالانجلش اهي جرافيك، شايفين بيكتب على الباث نفسه او على الخط نفسه. ادي شكل الكتابة كتبها لي بالشكل ده. ممكن ان انا اوسع في الكتابة على الباث كله زي ما احنا هنا هنشوف، شايفين لما بكبرها وسعتها هنا 200 بقت على الباث كله بالشكل اللي احنا شايفينه. لو جينا بعد كده عملنا سيلكت على الكتابة نفسها، ظهر لي هنا في 3 خطوط، في خط هنا لوحده، في خطين هنا موجودين زي ما احنا شايفين، وفي هنا خط لوحده. الخط ده هو اللي بيعمل لي انعكاس للكتابه، يعني انا لو دوست عليه كده ودخلنا كده هيعمل لي انعكاس للكتابه اللي كانت موجوده. هرجع الكتابه تاني ووضعها، بدوس على نفس الخط وبنحركه، فادي الكتابه الوضع بتاعها الاولاني. هنروح عند الخطين اللي فاضلين دول ونشوف ايه هما بيعملوا ايه. بندوس على، احنا قربنا كده، بندوس على الخط من بره، يعني احنا بندوس على الخط من بره. هنيجي نبعد كده ونشوف مع بعض. هندوس على الخط الاولاني، هنروح نعمل سيلكت وندوس من بره كده على الخط ونشوف هيعمل لنا ايه. ده بيحرك لي الكتابه على الباص، اهي اتحركت لي الكتابه على الباص نفسه. طيب التاني هنيجي كده، التاني اللي هو هنا ده، ده بيوسع لي في الباص نفسه زي ما احنا شايفين كده، هو حرك لي الكتابة فوسع في الباص، ففي كتابة منهم ما ظهرتش. لو رجعنا كده ادي الكتابة ظهرت تاني كويس. هنيجي نشرح الكلام ده بالتفصيل بعد كده ان شاء الله مع التدريبات العملية، بس انا حبيت اعرفكم الخطوط، ان في خطوط وان احنا ممكن نستخدمها في ايه. اهم حاجة عندي في الخط هنا اللي هو الانعكاس، البيت الخطوط ان انا افتح او اوسع في الكتابة او احرك الكتابة، ممكن عن طريق بروبرتيز ان هنا بحرك او اوسع في الحروف او اكبر فيها. بكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. شرحنا فيه ازاي ان احنا نحول كتابة للغة العربية او نكتب باللغة العربية في البرنامج. شرحنا الحاجات المهمة في التايب تول او التكست الكتابه نفسها، شرحنا البروبرتيز وازاي ان احنا نغير في الكتابه. اذا عجبكم الدرس لايك وسبسكرايب وشير
من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس اسفل الفيديو. لمشاهدة الكورسات الموجودة في القناة بتدخل على اسم القناة من اسفل الفيديو، فبتدخل على القناة وعندك برامج بريمير 2018، افتر افكتس 2017، اوتوكاد 2017، كامتازيا 9 والفوتوشوب، وفي برامج تانية. اللي يحب يطلع على القناة بيدخل على الاسم القناة من اسفل الفيديو، بيدخله على القناة بتاعتي على طول. ان شاء الله هحط لينكات الدروس اسفل الفيديو ده اللي هي الخاصة بكورس الستريتر. انتظروني في الدرس القادم، استودعكم الله عز وجل.